من تونس ينضم إلينا مراسل الغد ياسر دبابش. ياسر، التصريحات تتجه نحو أن هناك حكومة جديدة سترى النور اليوم، ولكن هناك تضارب في هذه التصريحات حول إعلان هذه الحكومة وما يحدث في الكواليس. التفاصيل معك جمانة. إذا سمحت لي أبدأ بسلسلة من الأخبار العاجلة، حيث أعلن منذ قليل الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو عن رفضه لقاء رئيس البرلمان والذي يتزعم حركة النهضة راشد الغنوشي، لكن ليس هناك معلومات إذا ما كان زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب سيلتقي بالغنوشي ضمن الحراك الذي تشهده العاصمة التونسية لحلحلة وإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة إلياس الفخفاخ. بالفعل هناك تضارب في الأنباء، سيما وأن أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي قال قبل ساعات بأن هناك انفراجة في تشكيلة الحكومة، وبأنه خلال ساعات قليلة سيتم الإعلان عن حكومة تونسية جديدة، في إشارة إلى حكومة الفخفاخ وتقدم المفاوضات والمشاورات الجارية. منذ قليل مصادر صحفية وإعلامية متطابقة ذكرت بأن الفخفاخ غادر دار الضيافة باتجاه قصر قرطاج وذلك لاطلاعه للرئيس قيس سعيد على آخر المستجدات والمشاورات، لكن ما نستطيع تأكيده حتى اللحظة هو استمرار الجدال على الأقل ما بين حركة النهضة من جهة والتيار الديمقراطي من جهة أخرى. وأيضا ما زاد يعني الزيت على النار هو لقاء راشد الغنوشي برئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، والذي تحدث معه عن مسائل دستورية بعد ساعات قليلة من تلويح الرئيس قيس سعيد بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وحل البرلمان الحالي في حال عدم حصول الفخفاخ وفريقه الوزاري على ثقة البرلمان، وأنه لا مجال لتأويل الفصل 89 من الدستور التونسي. نعم ياسر دبابش مراسل الغد، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.